بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، اليوم الموضوع راح أشرح لكم إياه بالتفصيل. أغلب المتابعين طلبوا من عندي إنه شنو الفرق أنت من تشجع على سامسون وشنو فرقها بينه وبين بقية المحافظات. أنا ذكرت الفيديو بس ما ذكرت بالتفصيل، هسه راح أشرح لكم بالتفصيل على مود تعرفون الفرق بين سامسون وبين بقية المحافظات. وأنا ما أجبر أحد من أحكي لك، أنا ما راح أجبر أحد. أنت شاء الله هاي تعود إليك، تريد تعيش بمحافظة عندك إمكانية مو في مشكلة، بس أريد أوضح لكم هاي المسألة. عندنا مبدئيا عن كل المحافظات اللي هي خلينا نقول تتوفر بها فرص عمل أفضل من غيرها، طبعا بالدرجة الأولى هي سامسون تتوفر بها فرص العمل، وعندنا اسطنبول وأنقرة مثلا. فهاي راح أشرح لكم على ذني بقية المحافظات أحكي لكم إياها. عندك سامسون راح يجيب لكم من ناحية الإيجارات. إذا تلقي شقة نظيفة، شوف الإيجارات، تلقي شقة نظيفة في سامسون مثلا ب 700 ليرة، 700. نفس الشقة ونفس نظافتها راح تلقيها في أنقرة مو أقل من 1000، ماشي؟ في اسطنبول نفس الشقة نفس المواصفات نفس النظافة راح تلقيها مو أقل من 1500 ليرة. هاي أول شغلة عندنا بالإيجار فرقت، هاي أول فقط. إذا تلقي بسامسون شقة أبو 1000، هنا راح يصير 1500، هنا راح يصير مو أقل من 2000. هاي الفروقات، هاي بالنسبة للإيجارات، هاي حطوها ببالكم، زين؟ نجي. سامسون طبعاً البحر من الطول للطول، هي عبارة بحر يعني، دائرة مدارة بحر، يعني أقصد المحاذاة، في محاذاة البحر. من تقعد انت في شقة معينة، اي شقة في اي مكان تقدر تتمشى تروح للبحر، تروح مشي اي مكان تقعد بيه. وفيها مناطق سياحية ما تعد، وهي مناطق سياحية ليها مناطق، يعني شو اقول لك، في كل مكان تلقي متنزه كامل، خدمات كل شيء موجود. انقرة قعدت بيها وشفتها، انقرة انا قعدت بيها شفناها، أنقرة مثلاً محصور المكان بيفد متنزه واحد ب101 والبير، أكو خدمات، ما أقول ما أكو خدمات، بس شنو هذا المتنزه الوحيد من المنطقة هذه، من قبل ما تطلع تتمشى تمشي مسافات بعيدة لتوصل متنزه ثاني. مكانات سياحة بيها تريد تركب لازم سيارة أو تاكسي يلا توصلها نص ساعة وكتر ربع ساعة، يعني شيء بعيد عن شيء، مستوصف بعيد عن منطقة سكنية مثلاً يعني. فهاي اللي يعانون عنده. بنفس الوقت كئيبة ما بيها بحر طبعا، وكئيبة بنفس الوقت اغلب اللي قعدوا فيها انقرة طبعا بيها صعود، اكثر شيء صعود، مكانات بيها صعود نزلوا وصعدوا وتعب، واللي قعدوا انقرة اغلبيتهم انتقلوا من انقرة جوي سامسون. طبعا انت بكل تركيا، انا هسه اصور لك اروح باسوأ محافظة في تركيا او اصغر محافظة، مو اسوأ، اصغر محافظة، خلينا نروح الجنوب صغيرة كل الشارع واحد بيها، او اماسيا اصور لك في منظر طبيعي واشوفك اياه، راح تشوفها كلش حلوة ويصير لك وايد تجي، بس شنو صغيرة تمل، اللي يقعد هناك يقول لك اي تعال رخيصة. بس انا احكي لك على شيء عمومي، انت تريد تستقر، تريد تشوف مستقبلك يعني بالاخير فرصة عمل تلقي لك مثلا، يعني هذني المفتوحات بيها، هذه كئيبة. اسطنبول لا، اسطنبول بيها مناطق سياحية هواية، زين، خدمات كثرة، كل شيء بيها، بس اسطنبول شوية تخوف من ناحية العصابات، يعني قبل كم يوم وحدة بلدي ما ادري وين موجودة باليوتيوب تقدرون تطلعوها، شلون اعتدوا عليها وبرادوا يبون الجنطة مالتها وقوة خلصوها، تصير بيها حالات هواية، وما تحكي من جيبي، روحوا تابعوا اليوتيوب، تابعوا المواقع، تشوفون اكو اعتداءات تصير هواية. عندي صديق من الأصدقاء مرة ذا يخابر بالتليفون مالته دراجة فاتت منه ما باقوا الموبايل اللي هو سعره يمكن 1.5 مليون موبايل ماخذه بوقت من العراق، باقوا وانهزموا، تصير بيها هيك حالات تقريبا كبيرة و ماذا يسيطرون عليها؟ مو ما يسيطرون، وانما هي اكو بها هواي اماكن مثل الختلات، يعني عصابات منتشره في اماكن معينه، بها اماكن منحرفه هيك اقول، هذا القصد. ما فيها التزام وغاليه بنفس الوقت، كلش غاليه. خلصنا، فرص عمل فيها، في تستقر كجيران في مكان وتستقر، ترتب امورك انه انت من يصير المغرب قبل المغرب ما تطلع بعد من البيت. سد بابك وتقعد، سامسون بثنتين بثلاثة بالليل تقدر تطلع، هنا نفس الشيء، صارت المغرب تقدر تطب وما تقدر تطلع. مو اخوفك وانما الوضع مالتها انا شفتها ما اعرف شلون، شو راح تصير؟ بتطرق الجروبات بالشارع والبشر ينفذ. هنا
يروشون العالم بكافة وبدنتين بيكم مكانات تروح تلقي عالم تروح وتجي شرطة تفتار مسيطرين عليه ناسها محافظين ما بعدهم أي عنصرية طبعا. هاي خلصنا من ناحية إنه الانفتاح والمشاريع وشكلها وسياحتها. تجي على المصاريف سامسون أغلب المناطق اللي داير سامسون هي مناطق زراعية عندهم مزارع وعندهم بساتين مثل ما نقول. فتشوف البضاعة مالتهم من ينزلون بالأسواق يعني سوق الأحد وسوق السبت وغيره وغيره وحتى بالأيام العادية رخيصة يعني مثلا إذا كيلو طماطم خلينا نقول بثلاث ليرات هنا أنا راح يصير بأربعة مثلا هنا راح يصير بخمسة. أنت راح تقول شنو الفرق هذا الفرق ليرة أنت تشوف الفرق ليرة بس أنت ما راح تقعد راح تشوف هاي الليرة كلش صعبة صعبة إنه تصرفها. أكو ناس يقول لك معود هي ليرة ترى الليرة مو سهلة. أنت لا تحسب إنه أنت عندك فلوس أنا داعش على جماعة الدخل المتوسط اللي حسب عنده راتب قليل وراتب قوي زين. نرجع لهذين المحافظات مثلا اكو ناس يلتي على يدوى ابيون اوردو سكاريا اورو الانيا مثلا هذه يقول لك دائما موانيه جماعتي قاعدين جماعتك روح يا جماعتك انا ما راح اجبرك. يدوى غاليه هاي يدوى غاليه كلش عندك اورو كلش غالي يعني هنا اجار يدوى مو اقل من اليدوى طبعا اقل اجار 1500 اقل اجار بها 1500 زين 1500 ليره يعني 200 دولار لو ما تصير ورقتين ونص يعني 250 دولار كبير. هاي شنو تحكي يا شقه تاخذها فارغه مو مؤثثه واذا يعني بالصدق تلقى لك هيك مؤثثه. عندك بورو نفس الشيء بورو اقل اجار بها هسه حاليا صارت 1500 بس القديم قاعد ب 800 و900 من راح يطلع راح تصير ب 1500 يعني انت وايد تالي راح تاجر ب 1500 ليره. زين اوردو اقل اجار بها 900 عندك افيون اجاراتها تبدي من 900 و 800 فوق فوق اي واحد يقول لك اقل كاذب ملك انا اقل حكي. سكاريا غاليه الانيا 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 الجو مالتها بالصيف رطوبه يعني رطوبه مميته بشكل جماعه يشكون من عندها وهم اكو ناس راح تعوفه ولا تجي تبيع شققها وبدت تنباع شققها اصلا لان ما حد يرغبها بس بالحكي انت مالك علاقه تقول لي والله لان شفت حلوه وشكل كل تركيا حلوه روح باي محافظه طوب كلها حلوه هي بس احنا نحكي على الانسب. من ناحيه الدراسه سامسون بها الجامعات بها المعاهد بها مدارس التركيه بها مدارس عراقيه كل شيء بها هنا بها ما اقول لك واقف بس هنا كلش بعيده يعني انت تسكن يجوز في مكان مدرسه العراقيه ما تكسر كم سياره في ساعه ساعه ونص ما توصلها للمعلومات يعني زيدكم علم بانقره ونفس الاسعار وغالي طبعا المدرسه العراقيه نفس الشيء. زين بهذله شو لك بهالبهذله اذا تسجل ابنك مدرسه عراقيه وين تكون بمدرسه تركيه مو بصف بيتك راح تصير تتمشى بمسافه وتسجل خط يلا توديهم وتجيبهم. سامسون اغلب المدارس مالته بالمناطق تكون قريبه عليك. اسطنبول نفس الشيء فيها جامعات فيها بس بعيده فيها مدارس عراقيه يمكن اعتقد بس بعيده انت هذا القصد اللي احكي فيه. زين اكو ناس سالتني قالوا مو انقره بها السفاره للمعلومات هنا بانقره خليني اجيبكم علم السفاره موجوده في انقره السفاره هنا موجوده السفاره السفاره العراقيه وهنا القنصليه. زين سفاره قنصليه واحد يقول انا اراجعهم انا اريد اراجعهم شلون؟ اخوان انت من راح تجي انت تريد تستقر انت مو يوميا رايح للسفاره ولا يوميا رايح للقنصليه. زين انت راح من يطلبون من عندك شغله يلا تروح من يطلب من عندك ابو المتقاعد مثلا يعني يسوي شهاده حياه يروح للسفاره وشنو السفاره؟ سيارات موجوده في سامسون تكلفتها 150 ليره 150 ليره يوديك ويرجعك. زين مو وحدك طبعا مجموعه ينجمعون يحددون موعد يوديكم للسفاره يعني ما تروح هناك تفتر وتركب وكذا لا يوديك للسفاره ينزلك يم مكتب بغداد اللي بالسفاره تنزل تكمل شغلتك وتنتظر جماعتك تكملون تلمون وترجعون يوم واحد تروح وترجع ثاني يوم. هاي بالنسبه لسامسون للسفاره. اذا تريد تروح للقنصليه 200 او 250 ليره هم السياره توديك للقنصليه تكمل شغلك وترجعكم شغلاتها سهله ما تريد تتعب انت في يوم مسافر للعراق تروح تكمل اجراءاتك بالعراق. الجوازات ناس يقول لك وانا الجوازات اجددها بالقنصليه هنا يعني في المكان باسطنبول هم مو مشكله. تريد تصرف فلوس عندك فلوس وتجدد الجوازات مالتك عن طريق القنصليه اللي هي تتعطل ست اشهر وسبع اشهر الجواز يتعطل
اذا من سامسون انتو خمس نفرات مثلا تريد تجدد الجواز مالتكم تكلفكم بالعشر ورقات، تروحون باول مره تذب خمس ورقات وبالاسلام راح تروح تستلم تذب لك خمس ورقات مثلا يعني. فاذيه انا اعتبرها. اكو ناس شو تسوي؟ تختصر الموضوع تروح تحجز للعراق خلال اسبوع 10 ايام تكمل الجوازات مالتها وترجع نفس اليوم. احسن لك انا اشوف. فانت ما تحتاج القنصليه يوميه ولا تحتاجها كل اسبوع ولا تحتاج السفاره يوميه. فانا من اجي انصحك اقول لك سامسون كل شيء بيها، سيارات للعراق تروح وترجع ان شاء الله اذا الطيران ينفتح، اكو مطار بيها يعني ما فتحوا مطار بيها لهاي الخطره ان شاء الله، الجامعات بيها كل شيء بيها. هذا قصد نفس الوقت مناسبه. جماعه يقولون زين سامسون المناطق الحلوه انا حكيت اكثر مره اللي امكانيته حكيت اكثر مره اللي امكانيته قويه يقعد بالاتكوم. اتكوم اللي عنده امكانيه قويه مناطق اتكوم يقعد بيها كله 1000 وربع 1500 2000 ليره هاي الاجارات مالتها. اللي امكانيته متوسطه يقعد بهاي المناطق اللي اكثر من مره ذكرتها يعني شارع 56 الاوسنر يعني محله اكو يعني محله مدفي لا شوي غاليه اكو ليمان مكانات بيها رخيصه زبيده هان رخيصه فوزي شخمر المكانات اللي قريبه على الشفلك عندك فاتح محله الرشاديه قريبه على زايتلك بالبدايه مو بالصعده شارع البوليفار هم كلش مناسب واكو بيها شقق رخيصه ف تجي انت لا تستعجل بالحكي والله انا قال لي فلان انت لا تقول لي قال لي انت تعال وباوع وشوفه بعينك اللي يناسبك سويه. اكو ناس يقول لك انا اريد اشتري دائما انصح لا تشتري راسا تعال اقعد شهر شهرين اجر وبعدين من تشوف نفسك انه انت مسيطر ذاك الوقت اروح اشتري لا راسا تجي تشتري وتتورط. للمعلومات في سامسون من تشتري عقار طبعا اكو مناطق تشتري عقار ومرتب حسب الاصول، من تريد تبيعه ينباع بسرعه لان كثره العرب اللي بيه فينباع بسرعه. فبانقره اذا اشتريت عقار باكر عقب تريد تبيعه ينام على قلبك سنه ما ينباع. باسطنبول كذلك، طبعا اسطنبول عقاراته كلش غاليه، يعني شقه بسيطه يجوز تلقيها ب 500,000 ليره. 500,000 ليره بالعراقي مو بالعراقي بالدولار تطلع يعني خلينا نقول 6 فاتر ونص هاي وين باسطنبول ماكو شقه رخيصه، شقه رخيصه يعني زباله تعبانه. هنا شقق نظيفه تحصلها ب 3 فاتر. زين؟ اكو بدفترين ونص. هذا القصد الفرق بين انقره سامسون بقيه المحافظات لا قصدك. فهو هذا الفرق اللي بين سامسون وبين انقره بين اسطنبول وبين بقيه المحافظات بالنسبه للعيشه للسكن الايجارات. فانا من حددت لك الايجارات تبدي يعني انا كلها طبعا شرحتها على الايجارات. انت شوف ناس يقول لك مو مشكله انا يعني خلي اجر غالي مو مشكله تاجر غالي. خلي ببالك شغله واحده انت راتبك مثلا بعجوك في مثل بسيط انت راتبك 500 دولار لنفرض هيك انتم قيسوا على هذا وقيسوا قياسات البقيه عندك 500 دولار الراتب مالتك ماشي زين بسامسون ال 500 دولار مثلا اذا انت شويه عائلتك خلينا نقول فد 5 نفرات وتاجر شقه مناسبه وتصرف حسب الاصول راح تصرف 400 دولار راح تبقى عندك ايش قد؟ تبقى عندك 100 دولار احتياط. هاي 500 في انقره مو عائله 5 نفرات، عائله خلينا نقول 3 نفرات. ما تضم عندها 500 تصرفها كلها. اي درهم ما تضم عندها كلها تروح. في اسطنبول 500 دولار نفر واحد يجوز او نفرين وتقتصد او نفرين. وهم من ال 500 تطير يعني نفر او نفرين. وهاي ال 500 تروح تطير. عرفتوا شنو قصدي بالفرق؟ يعني انت من جاي اعتبر نفسك مشروع مسوي وقاعد انت تقيم به يعني راتبك تضم من عنده تضم 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 باكر عقب ما تريد ترجع العراق تشوف نفسك عندك دفتر يجوز عندك 50 ورقه 60 ورقه تسيطر بينما هنا راح اقول تصرف وترجع لي وراك. بالنسبه للجو الاجواء كل المحافظات ان الاجواء المتقاربه سامسون بالشتاء جوها طبيعي مو ذاك البرد. انقره جوها بارد كلش، تجي ايام ما تقدر تطلع برا الشقه نهائيا. اسطنبول كذلك بارده، يلوى بارده. زين عندك اوردو، بورو، ذني كل بارد، جرم، اماسي، كل باردات. انطاكيا جماعه قالوا لي زين، جماعه قالوا سكاريا 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 اخوان معرضه دائما للزلازل، للفيضانات. تتعب يعني انت تروح تصير منطقه منكوبه تتبهذل.
هاي هذا القصد. حلوه تريد تروح تزورها روح شوفها وتعال، بس لا تسكن بيها. تروح بغير مكان زور وشوف وتونس، بس لا تسكن. تعال سامسون وهو بعد جمع فلوسك ويوميها اطلع بجروب روح تونس وتعال. هذا اللي اقصده، لا تروح لا نخش بجيبي شيء ولا هذه. براحتكم ولا اجبر احد، بس الناس طلبوا من عندي على الفروقات، وان شاء الله بالدرس الجاي احاول يعني اسوي لكم موضوع عن العمله التركيه، العمله التركيه شلون مثلا شلون تجمع من عندها، شلون من عندها، شلون تصرفها، طلبوا من عندي هذا الشيء، ان شاء الله بالدرس القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.